كل بطل على المسرح بيعدي بصراع، صراعات، صراع مع الأقدار، صراع مع الأشخاص، صراع مع نفسه. أنت صار إيه الصراع اللي عديتي بيه مع الأقدار وكان تقيل؟ أنا كان عندي صراع مع الزمن، وده صراع صعب قوي. يعني الأقدار اللي هو مواقف تصرفات حصلة، لكن في صراع أقوى بقى مع الزمن، إنك بتتخني مع الوقت. الوقت اللي أنت هتنتشري فيه، الوقت اللي انت هتتعرفي فيه وتبقي بتجيلك ادوار وتبقي واخده مساحه يعني موجوده بقى، الوقت اللي انت عايزه تعملي للفنانه دي اللي انت طلعتيها سي في. بتعدي وعندك صراع؟ بعد طبعا وعامله يعني زي توقيتات زمنيه، يعني ساعات ابص على الزمن كده. انتصار ما بتخافش تحس انه ممكن يجي وقت عليها تبقى مش مرغوبه من الرجال؟ مرغوبه من الرجال؟ ان يبقى عندك فرصه تاني في حب وارتباط وحياه ولا ما بتفكريش؟ ما ياما كنا مطلوبين، زهقنا بقى. ايه كنا دي؟ زهقنا دي؟ ايه كنا؟ ما بنقولش الكلام ده، ما بنقولش الحاجات كده. لا لا اكتفينا. بجد اكتفينا؟ لا زهقنا بجد. طبعا انا عمري ما خايف ان يكون مرغوبه او غير مرغوبه، من كم ما كنت مرغوبه. انت لو اعجبتي بحد ممكن تاخدي مبادره، تاخدي خطوه؟ طبعا بس في كهربا كده يا جماعه. ايوه يعني في، يعني مش معقول احنا عديمين الاحساس بقى. اكيد لا، لازم في سنس. يعني المفروض. ايوه يعني المفروض عندك سنس. ايوه مش معدومه ال. لا طبعا، فساعات بتحسي بالكهربا كده. ايوه بيقولوا ما بتكذبش الكهربا دي، ما بتكذبش. ربانية صح؟ دي من عند ربنا، لا بتتعمل ولا بتكذب. لا دي صدقة جدا. لو قابلتيها هتدوسي ولا هتقولي اكتفينا؟ في الطاقة العادية. أيوة يعني بتبقى في الطاقة بتاعت المكان. أول ما بتحصل دي طاقة مكانة، هي توصلك خلاص، والعيون تتلاقى. أيوة في وسط الزحمة، فتحسي إن القلب عمل دم 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 فجأة، الكون كله بيعمل احتراما للحظة دي. وهنا حدثت الشرارة الأولى، ولنا هنا وقفة. وغالباً بتكمل اللحظة دي اكتمال حلو، لأنها لحظة ربانية. يعني مش لازم العلاقة تكمل، مش لازم تتجوزوا وتخلفوا صبيان وبنات، بس مؤكد هتحصل حاجة حلوة. حتى لو شهر، يوم، حتى لو في الساعة دي، هنا الود حصل. حتى لو اللحظة دي بس، حتى لو اللحظة هي صدقة وحقيقية، في ود هنا. الأرواح تلاقت، هتلاقي أنت عزيزة على قلبه قوي، وهو عزيز على قلبك، ودايماً يطلب مصلحتك، ودايماً يتكلم من وراكي حلو، وتلاقيه كده بيوسع لك السكة حتى من غير ما تحسي بيه. يعني دايماً تقولي الشخص ده أنا بأتمنه، وهو ده في ظهري، مش هيغدر بيا. آخر شرارة بالشكل ده حصلت في حياتك كانت قريبة ولا بعيدة؟ لا بعيدة. بجد؟ هنعمل إيه بقى؟ بس دي كهرباء ما تقدريش. عشان كده الحب جميل طبعا، والشراره دي جميله طبعا، وفيها بقى جراءه ومغامره، وتحسي الدوره الدمويه بتاعت جسمك، وتحسي ان قلبك، تحسي انك صبيتي وحلويتي، وتحسي الاكل ليه معنى، والنوم ليه معنى، والصحيان ليه معنى، دولاب هدومك ليه معنى.